هل هناك أشهر لا يجوز فيها الصيام إلا الأيام البيض؟ تخصيص الصيام يجوز، لكن تخصيص بعض الأشهر بدون دليل هذا لا يجوز، كشهر رجب لا يجوز تخصيصه بدون دليل. أما أنه يصوم من عادته، يصوم من الشهور ما يسر الله له، مداوم على هذا، وأيام البيض ويوم الخميس والاثنين، هذا لا بأس، هذه سنة لكل الشهور، في رجب وفي غيره.